ما حكم تقليد القراء؟ تقليد القراء، تقليد القراء، نعم، إذا كان لأجل إتقان القراءة وضبط القراءة فهذا طيب، أما إذا كان لمجرد الصوت فالمسلم لا يتكلف أنه يقلد فلان وعلان، بل يقرأ بالصوت الذي أعطاه الله إياه ويحسن صوته، هو يحسن صوته ويزين صوته بالقرآن ولا يقلد فلان وعلان إلا في التجويد وضبط القرآن. نعم.